سيدات الاهلي في كره اليد. الفريق الاول لسيدات كره اليد بنادي الاهلي بقياده الكابتن يحيى يوسف المدير الفني بيستعدوا بتدريبات بدنيه في الجيم بشكل مكثف. طبعا حضراتكم عارفين ان من 1/8 احنا نقدر ننزل تمارين في الصالات المغطاه. ده البروتوكول اللي حطاه وزاره الشباب والرياضه. قبل 1/8 لا مش هنقدر نتمرن في الصالات المغطاه لان بيبقى ده ماشي بسيكونس معين او بترتيب معين وزاره الشباب حطاه. فطبعا كابتن يحيى يوسف ابتدى تدريبات قويه جدا في الجيم استعدادا لعوده الدوري المرتبط من جديد. الفريق في مرحله احلال وتجديد وكلنا عارفين كده سيدات اليد في احلال وتجديد فيهم بس باذن الله يقدروا يرجعوا من جديد وبسرعه جدا لمنصات التتويج زي ما هم دايما معودينا ومعودين جمهور النادي الاهلي. انا عايز اقول لكم ان سيدات يد الاهلي تاريخ عظيم كبير جدا على المستوى المحلي يمكن احتكار شبه سنوي لبطوله الدوري العام. ان شاء الله يرجعوا تاني لهذه المكانه كلنا ثقه وما فيش اي مشكله والنادي الاهلي عنده ناشئات على اعلى مستوى وان شاء الله يقدر يبني فرقه في اقصر وقت. اتحاد اليد كمان كان اعلن من ايام جدول الماتشات المتبقيه في الدوري وهي خمس اسابيع زي ما قلت لحضراتكم. للاسف المواسم توقفت قبل نهايتها بحاجات بسيطه فطبعا كانت اللعيبه والاجهزه الفنيه وصلت للتوب فورم. دلوقتي انت مطالب منك ان انت توصلهم للتوب فورم دي من غير اي استعدادات كافيه زي قبل كده. كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق الاول لسيدات كره اليد بنادي الاهلي اكد ان الفريق بدا استعداداته للماتشات اللي جايه في الدوري وانه عامل خطه تدريبيه لمساعده اللاعبات على استعداد لياقاتهم البدنيه مع مراعاه الحمل البدني وده نظرا لفتره التوقف الكبيره اللي شهدتها الرياضه المصريه. ده الكلام كل المديرين الفنيين زي ما قلت لكم اكدوا عليه. وقال انه كان على تواصل مستمر مع البنات خلال فتره التوقف اللي فاتت وانه كان يعني بيديهم تعليمات متواصله للحفاظ على لياقاتهم البدنيه استعدادا لاستئناف النشاط. خلي بالكم في نقطه مهمه جدا كانت برضو ليها نتيجه سلبيه نتيجه التوقف وهي زياده وزن اللاعبين. انا عايز اقول لكم ان في مديرين فنيين وهنيجي للنقطه دي بعدين حطت غرامه ماليه على كل كيلو زياده لانه مفيش ما انت مش مفيش عندك وقت انت هترجع بعد 4 شهور توقف زي ما قلت لحضرتك بشهر اوب هتخش على النهائيات. انا هاجي في وقتها اقول لحضراتكم مين المديرين الفنيين دول حطوا على كل كيلو زياده على اي لاعب او لاعبه غرامه ماليه عشان دايما يبقى فيه اللاعب مراقب وزنه كويس جدا. وكمان شرح كابتن يحيى يوسف حجم المنافسه الكبيره اللي مستنيه الفريق خلال الفتره الجايه وعوده الماتشات اللي هتكون يوم 25 اغسطس اللي جاي لان الفريق فاضل له 5 ماتشات زي ما قلنا لحضراتكم. وقال ان الفريق هدفه الحصول على الدوري بالرغم من صعوبه المنافسه وكمان اكد ان باقي ماتشات الموسم هتكون افضل اعداد لبدايه الدوري الجديد. هو كابتن يحيى اتطرق لحاجه كويسه وقال انه الفتره اللي جايه برضه هيكون اعداد للدوري الجديد. طيب خلينا نروح لكره اليد هنروح من كره اليد لكره السله.